استنى يلا بينا. ماشي. هوت اير سكاي واي، طريق السحاب، هلعب فيه ببابو بابو الافريق اللي انت شايفينه ده. يلا بينا. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ ان شاء الله النهارده التحدي مش عارف رقم 5 تقريبا ولا 6، 5 طريق السحاب. الطريق ده صعب مش سهل. هحاول اوصل فيه باقل وقت ممكن وباسرع باحسن مجهود او احسن اداء. يلا بينا. واللاعب اللي انا بلعب بيه ده بابو بابو او كما يقال الافريقي السايبر، كنا بنقول زمان عليه الافريقي. ماشي، حلو قوي. حلو جدا. لا الجامب بتاعه عالي وسرعته حلوه جدا الصراحه. طيب هو الشفره بتاعته لو حد عايز يعني يلعب بيه، اسمه ايه؟ شمال مثلث، يمين تحت، يمين دايره، شمال شمال تحت، دي الشفره بتاعته. هكتبها لكم برده في صندوق الوصف. تمام ان شاء الله. يلا يا اسطى، يلا يا اسطى بالمكنسه اللي في وشك دي، مش عارف ايه ده. هنا طبعا ايه؟ تنط مربع سهم تحت سهم شمال مع النط. كنت شارح السهم تحت ده في فيديو ايه؟ اربع اسرار الاحتراف كروش. الاختصار جا وقعت. ماشي. طبعا ايه، ضيعت بتاع 5 ثواني في اللفه الثالثه من قبل ما ابداها. يلا بينا. يلا يا اسطى، يلا يا اسطى. ماشي. جامبو حلو جدا الصراحة. وي 49 ثانية. ودلوقتي مع اول تحدي هتحدى نفسي، ومين اللي معانا؟ دكتور تروبي صح؟ ايوه. يلا بينا طارق. كويس، فرقت كده في حته كده فيستو ثانيه، ودي حاجه مهمه يعني، ممكن اصلا الطريق كله يخلص وانا فارق الفيستو ثانيه دي، العب نفس الاداء بالظبط وبالتالي هي الانطلاقه اللي تبقى فرقت. طبعا يعني ان شاء الله افرق اكتر يعني، ولكن يعني انا بقول لكم ان الانطلاقه دي بتبقى مهمه، خصوصا هنا مفيش ايه صناديق يعني، ولا هيجي لك صاروخ ولا قنبله ولا بادي جارد ولا اي حاجه. نط يا اسطى كده. ايوه حلو جدا. 37 ثانيه و 99 من 100. هو بصوا الفرق زاد ازاي بقى، ايه يعني قريب مسافه مثلا ثانيه ولا حاجه يعني، قدامه ثانيه ويجيبني. فالثانيه دي فرق كويس، بس اهم حاجة احافظ عليها او ازودها. ماشي 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 ماشي. حلو جدا حلو جدا حلو جدا. 38 38. ماشي. حلو، الفرق بقى كبير لان هو في اللفه الثانيه الطريق اللي فات جبت الاختصار وقعت، فضيعت من اللفه الثالثه بتاع 5 6 ثواني. حلو كده. ايه ده، دكتور تربي قدامي، عديته كمان. ايوه تعالى يا اسطى، عديت عليه بلفه. طبعا عشان الاختصارات يعني. ماشي. لا 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 لا، ايه ده، في ايه؟ ماشي. طبعا هو خلاص جابني كده، مش عارف ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ودلوقتي مع التحدي التاني ومعانا الفضائي المره دي. يا نهار ابيض، ده اخد الشاشه كلها يا جدعان، ايه ده؟ يلا بينا. استنى يا اسطى، انت فارق عن الحته دي ليه يا اسطى؟ استنى. ايوه تيربو 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 تيربو.
استنى يا اسطى، استنى يا اسطى، يلا بينا. ماشي اللفة الأولى، هو كده فارق عني بحوالي 70%، يعني أكتر من نص ثانية، يعني ثانية إلا ربع ولا حاجة. ماشي، لأن أنا فاكر الطريق اللي فات كنت داخل في 37 ثانية و99، فالمرة دي 38 و69، يعني فرق 70. ما علينا من الحسابات. ولي ولي ولي، ايوه حلو حلو جدا. ها طبعا انت حاول تيجي تاخد السرعه من هنا كده، ومين تعرف السرعه تنط تجيب الاختصار مستريح. ماشي ماشي ماشي. مش فاكر بقى اللفه التانيه كنت بخلف قد ايه، بس انا شايف ان انا قربت منه سنه وضيعت السنه. اديها تربو طول ما انت ماشي، اديها تربو، يعني القناه اصلا اسمها مستر تربو، انت عايز ايه تاني؟ مش فاهم يعني. يلا ليه؟ ايوه هنا وقعت صح لما اتلخمت بالولا اللي هو اسمه ايه؟ ايه ده الفضائي عدت عليه بلفه؟ ماشي، انا المره اللي فاتت اتلخمت بمين؟ ولا ولا ها دقيقة و56 ثانية و64%. ماشي حلو، طبعا في احسن من كده بس يلا مش مشكلة. هو دقيقتين و9 ثواني ودقيقتين و4 ثواني ودقيقة و56 ثانية، وممكن كمان لو لعبت أحسن شوية هدخل في قبل من دقيقة و56 ثانية، بس إيه تمام ماشي. وبكده أكون خلص فيديو النهاردة، وأشوفكم في فيديو جديد بكرة إن شاء الله. يلا سلام.